مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة لنستكمل حديثنا عن مستشفى الشيخ جابر الأحمد. هذا المشروع الذي يعد منارة وصرحا معماريا وطبيا ورمزا لرخاء ونجاح دولة الكويت في الشرق الأوسط في السنوات القادمة في القطاع الصحي، الذي يعد أحد ركائز خطة التنمية والتي تمثل الرؤية المستقبلية للبلاد، وهي كويت جديدة 2035 ونقلة نوعية للرعاية الصحية في البلاد، بما يتوافق مع الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر أصبح حفظ الله ورعاه، وبرنامج الحكومة وخطط التنمية. دكتور نادر، بالنسبة لمساحة مستشفى الشيخ جابر الأحمد، أنت كدكتور ويمكن لفيت على مستشفيات خارج الكويت، شنو تعني لك هذه المساحة؟ بالنسبة للمساحة اللي يعني يقع عليها المستشفى تقريبا 750 ألف متر مربع، وهذه مساحة كبيرة وشاسعة، تعتبر يعني أو يعتبر المستشفى من أكبر المستشفيات في المنطقة، إن لم يكن في العالم أيضاً. منطقة كبيرة، المبنى يتكون من 6 أبراج بالإضافة إلى المباني التي تقع في وسط هذه الأبراج. طبعاً المساحة الكبيرة هذه أهلت المستشفى أنها تكون من أكبر المستشفيات في المنطقة والشرق الأوسط، يعني صنف مستشفى جابر كمستشفى كبير وضخم، يعني يستوعب أعداد كبيرة من الأسرة، مثل ما أنا قلت سابقاً 1165 سرير ثابت، غير الأسرة غير الثابتة، وهذا ما يميز المستشفى أيضاً عن باقي المستشفيات في الكويت، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد في التنمية والوصول إلى الكويت جديدة في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله. دكتورة هدى، في مستشفى الشيخ جابر الأحمد في قسم الطوارئ، طبعاً طوارئ يتشعب ما بين الباطنية أو حتى استقبالات حالات الحوادث والجراحة، نبي نوضح للسادة المشاهدين الكرام حول قسم الطوارئ في مستشفى جابر. قسم الطوارئ في مستشفى جابر يستقبل الحالات الطارئة من الباطنة والجراحة، من الفئة العمرية بالنسبة حق حالات الباطنة من 12 سنة فما فوق، وحالات الجراحة تشملها كلها.
نستقبلهم من بابين رئيسيين، في باب الأسعاف اللي بالحالات من الميدان احنا نقول، سواء كان من البيت او من الـ من الـ من الـ من الشارع، والحالات مالت اللي هي الووك ان اللي هو المريض يجيب سيارته الخاصه او يبونه اهله ويدخلون من الباب الثاني اللي هو خاص حق الحالات اللي ما تجيب الأسعاف. في يتم عند وصول المريض يتم تصنيف الحالة مبدئيا، يسمونها ما قبل الفرز، يتم تصنيفها على أنها حالة طارئة أو حالة مستقرة أو هي غير مستقرة أو ومستقرة. الحالات الغير مستقرة يتم هم تصنيفها سواء هي حالة تدخل على غرفة الإنعاش أو حالة تدخل على غرف اللي هي الملاحظات. الحالات المستقرة بشكل عام تصنف على غرف الكشف، وينتظر فيها المريض دوره على أساس أنه يشوف الطبيب غرفة الفحص ويوصف له العلاج ويطلع على أساس من المستشفى كمتابعة بعدين في العيادات الخارجية. الحالات اللي تدش الملاحظات شوي تحتاج إلى انتباه أكثر، يشوفونها الأطباء ملوت الطوارئ اللي يغطون الملاحظات على أساسها، يحددون هي باطنة أو جراحة ويحددون احتياجها لدخول الجناح من عدمه. الحالات اللي تدخل الإنعاش هذه من البداية تبين إن هي تحتاج دخول، بس هل راح تدخل العناية المركزة ولا تدخل الجناح العادي؟ هذا بشكل يعني سريع فكرة عامة عن القسم. شنو مستقبل الكويت؟ وهو تطوير مدن ذكية تكفي كل سكان الكويت في المستقبل ويوفر فرص أكبر للحصول على مسكن. المستقبل وهو التزام للمحافظة على البيئة، لهواء أفضل ولبحر أنظف، وعلشان أهلنا وعيالنا وأجيالنا القادمة يعيشون في بيئة صحية مستدامة. إحنا قاعدين نبني المستقبل، مستقبل الكويت يبتدي معاكم. طيب بالنسبة للإدارات والأقسام الموجودة في المستشفى، يعني يا ليت يا دكتور نعطي للسادة المشاهدين الكرام صورة حول ما يحتوي المستشفى من إدارات وأقسام موجودة فيه. بالنسبة لإدارة المستشفى، إحنا المستشفى تابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية، في طبعا السيد مدير المنطقة دكتور سعود الدرعة، وفي طبعا إدارة المستشفى تتألف من مدير مستشفى ونائب مدير للمستشفى ومساعد مدير للشؤون الإدارية، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية الثانية التابعة لإدارة المستشفى. بالنسبة للأقسام الطبية، في قسم الباطنية بتخصصاته المختلفة، في قسم الجراحة أيضا بتخصصاته المختلفة، في قسم النساء والولادة بالتخصصات المختلفة، وقسم الأطفال بتخصصاته المختلفة. طبعا هناك أيضا العيادات الخارجية بالإضافة إلى الأجنحة حق المرضى اللي يدشون طبعا المستشفى، والعيادات الخارجية اللي يتم عن طريقها متابعة المرضى وحالاتهم بشكل دوري ومنتظم. دكتور بالنسبة لي أيضا الطاقة الاستيعابية في مستشفى جابر من حيث الكوادر الطبية أو حتى الهيئة التمريضية في هذه المستشفى، نبي نعرف أيضا حول الطاقة الاستيعابية لهذه الكوادر. أنا عندي تقريبا حاليا 24 طبيب، أغلب التخصصات مالتهم طوارئ، هي تصير تخصص الطوارئ يصير 5 سنوات يسمونه ماستر بروجرام، و يتخرج الطبيب على أساسه يشوف الحالات اللي احنا نقول الحرجة، يميزها يعني عن غيره من باقي الأطباء. طبعا يكونون موزعين كملاحظات، يعني 3 أطباء ملاحظات وإنعاش، وطبيبين يكونون في غرف الفحص،
ويكون في طبيب تيم ليدر عليهم يعني سوبرفايزنج، يشوف إذا في ديفكت في مكان عندي يغطي، ويغطي العمليات الصغرى بعد. بالنسبة حق الهيئة التمريضية هم تقريبا كعدد كلي 100، يتراوحون بين تقريبا 66 ممرضة إلى 43 ممرض، وتكون التغطية ممرض إلى سرير في غرف الإنعاش، ويكون يغطون تقريبا في غرف الملاحظات 6 ممرضين في كل ملاحظة. الطاقة الاستيعابية عندي تقريبا 60 سرير، 25 ملاحظة رجال، 25 ملاحظة نساء، وعندي 8 أسرة عناية مركزة أو يسمونها غرفة الإنعاش، وفي عندي سريرين للفحص أو غرفتين فحص. بالنسبة لقسم الأشعة، وهذا القسم يعد من الأقسام ذات الأهمية، وكل الأقسام في مستشفى الشيخ جابر الأحمد يعني مهمة جدا، ولكن أيضا بشكل خاص على قسم الأشعة، نبي نعرف هذا القسم يتكون من ماذا؟ قسم الأشعة بمستشفى جابر قسم حق 3 أقسام، قسم يخدم العيادات الخارجية، وقسم يخدم الحوادث، وعندنا قسم اسمه التروما. نبدأ بالتروما. قسم التروما في غرفة سونار واحدة وغرفة اكس راي روم، وقسم الحوادث في غرفتين أشعة سينية وغرفة أشعة مقطعية وغرفة رنين مغناطيسي وغرفة سونار. أما القسم اللي يخدم العيادات الخارجية في 5 غرف أشعة سينية وغرفتين أشعة تداخلية وغرفتين أشعة الأنجيوغرام أو أنجيوغرافي وغرفة الهشاشة. بالنسبة للأجهزة اللي موجودة في قسم الأشعة بشكل عام، بنعرف أنواع هذه الأجهزة وتختص بشنو، وأيضاً الطاقم اللي قاعد يتعامل مع هذه الأجهزة، نبي نعرف هذا الطاقم الطبي الموجود. قسم الأشعة عندنا كل أنواع الأشعة والأجهزة الأشعة اللي يحتاجها كل دكتور بفحوصاته حق عشان يعالج المريض. عندنا بشكل عام الرنين المغناطيسي 4 أجهزة على قوتين مختلفتين، عندنا 1.5 تسلا جهازين و3 تسلا هم جهازين. الأشعة المقطعية عندنا 4 أجهزة أشعة مقطعية، 3 منهم يخدمون العيادات الخارجية، 1 منهم يخدم الحوادث. والطاقم اللي يشتغل بالمستشفى أغلبنا طاقم كويتي عندهم خبرة بالمستشفيات الثانية. وايضا عندنا اجهزه تخدم الاجنحه عشان في مرضى ما يقدرون يجون لنا القسم، فاحنا نروح لهم الاجنحه ونروح لهم العنايه المركزه. وهم في عندنا اجهزه تخدم العمليات تكون ثابته هناك بالعمليات.
شنو مستقبل الكويت؟ في أقل من هذا وأكثر من هذا. المستقبل هو حكومة ملتزمة بالتطوير الإداري باستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمات أفضل وأسرع، لتحفز نمو القطاع الخاص بمشاركة فعالة من المواطنين. إحنا قاعدين نبني للمستقبل. مستقبل الكويت يبدي بإدارة حكومية فعالة. ويقدم مستشفى الشيخ جابر الأحمد جميع أنواع الخدمات الطبية وبأحدث المعدات والأجهزة الطبية، كما يحوي مركزاً لقسطرة القلب وأكبر مركز للإصابات في منطقة الشرق الأوسط، كما يقدم فيه برنامج عافية متكامل، وذلك لتعزيز الصحة والعافية بالنسبة للأجيال الحالية وكذلك الأجيال المستقبلية في دولة الكويت. بالنسبة لموضوع المراجعين والمرضى، المستشفى كيف يستقبلهم من خلال العيادات الخارجية أو حتى التخصصية؟ بنعرف هذا الموضوع. مستشفى جابر يستقبل حالياً كإمبيشنت سكان جنوب السرة كمرحلة أولى. إن شاء الله بالمستقبل بيوسعون المناطق على أساس يشملهم مستشفى، لأن طاقة المستشفى أن تتحمل البيشنت وايد، وما شاء الله كبير المستشفى، فراح إن شاء الله يعني يشمل كل الكويت. وكحوادث، قسم الحوادث حاليا يستقبل جميع سكان الكويت الكويتيين، وقسم الأشعة بمستشفى جابر يستقبل المرضى من جميع العيادات اللي بالمستشفى. حنا عندنا الأقسام التالية: التخدير والعناية المركزة. زين، العناية المركزة السعة السريرية الكلية 60 سرير. زين، يعد من أكبر الأقسام العناية المركزة في الكويت. بعدين عندنا عناية القلب في سعة سريرية 36 سرير. بالإضافة إلى عندنا 4 غرف قسطرة تداخلية لمرضى القلب. عندنا طبعا مركز، طبعا عفوا، عندنا أيضا عناية مركزة للأطفال في تقريبا فيها 16 سرير سعة سريرية. بالإضافة إلى مستقبلا إن شاء الله سيتم افتتاح خدمات أمراض النساء والولادة وما يتبعها من غرف ولادة وأجنحة وعيادات وغرف يعني العمليات التابعة للنساء والولادة إلى آخره. طبعا عندنا 20 غرفة عمليات. زين، يعني 20 عدد غرف العمليات. وعندنا أيضا مركز يتميز المستشفى بمركز إصابات الحوادث، وهذا المركز الأول والوحيد من نوعه في الكويت حالياً، وإحنا في طور يعني إعداده لبدء التشغيل. وهذا المركز متكامل بكل احتياجاته، من غرف مرضى، من أسرة عناية مركزة، من عمليات إلى آخر يعني احتياجات المراكز الإصابات الحوادث. أول شيء نتكلم عن عدد الأجنحة في قسم الباطنية. عندنا 9 أجنحة تحت قسم الباطنية، بكل جناح تقريبا في 30 إلى 31 سرير. طبعا آلية الدخول تكون للأجنحة عن طريق قسم الحوادث، إذا كان في حالة تحتاج دخول يتم معاينتها عن طريق طبيب الباطنية ومن ثم إدخالها إلى جناح الباطنية. شنو مستقبل الكويت؟ في أقل من هذا وأكثر من هذا.
المستقبل هو حكومة ملتزمة بالتطوير الإداري باستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمات أفضل وأسرع لتحفز نمو القطاع الخاص بمشاركة فعالة من المواطنين. إحنا قاعدين نبني للمستقبل. مستقبل الكويت يبدي بإدارة حكومية فعالة. طبعاً جميع التخصصات متوفرة تحت قسم الباطنية، من ضمنها أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الأمراض الروماتيزمية، أمراض الدم، أمراض الغدد الصماء والسكر، وأيضاً جميع العلاجات متوفرة عندنا في المستشفى. تم معاينة المريض على حسب حاجته والحالة اللي أتى بها للمستشفى. بالنسبة خلينا نقول الإجراءات العلاجية اللي تتم تحت قسم الباطنية، اللي هي خلينا نقول المناظير تحت قسم الجهاز الهضمي، خلال الشهرين الماضيين طبعا تم عمل أكثر من 150 حالة منظار، سواء كان للمعدة أو للقولون، وأيضا قسم قسطرة القلب في أكثر من 100 حالة تم عملها خلال الفترة الماضية. هذا المشروع الذي بدأ عام 2005 تماشياً مع استراتيجية وزارة الصحة المستقبلية، وذلك لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في دولة الكويت، أصبح اليوم مستشفى الشيخ جابر الأحمد بعد إنجازه أكبر مركز طبي في الكويت، يقدم الخدمات الصحية لجميع سكان منطقة جنوب السرة بالإضافة إلى المناطق المحيطة. يتميز المستشفى بكبر الحجم طبعاً وبسعة السريرية الكبيرة، يتميز بنظام المعلومات الآلي، كل الأقسام العاملة في المستشفى تقدم خدماتها من خلال نظام المعلومات الآلي، يتميز بوجود 3 مهابط لطائرات الإسعاف الجوي، الهليكوبتر الهليبادز، يتميز أيضاً بوجود أحدث التقنيات بالنسبة للأجهزة، غرف ملاحظة المرضى كبيرة، وسع سريرية يعني كبيرة، 50 سرير بالنسبة للكبار و18 سرير بالنسبة للأطفال، بالإضافة إلى مركز إصابات الحوادث الأول من نوعه، وأيضا في غرفة تحكم في حالات
مجهزة في حالات لا سمح الله وقوع كوارث يعني أو أزمات فيها إصابات. الغرفة هذه من خلالها ممكن تواصل مع جميع الجهات المعنية في إدارة الأزمة إن وقعت لا سمح الله.